رجعنا في فير بلاي، مازلنا متواصلين معاكم حتى 9 نتاع الليل مع ضيوفنا طارق المسعودي نعيم السياسي منجم ابراهيم. نحكيو على مقابله المنتخب التونسي غدوه ضد المنتخب البرازيلي. حكينا في نص ساعه الاول على المنتخب البرازيلي، باش نحكيو اكثر على المنتخب التونسي. اعطيكم التشكيله المحتمله للمنتخب التونسي في مقابله غدوه. باش يكون دحمين في الكاج، على اليمين محمد راجر، على اليسار رامي كعيب بنسبه كبيره باش يكون هو اساسي في ظل الاصابه نتاع علي العابدي، ماهوش جاهز 100%. ايضا في اللاكس ديلان برون، وكذلك مع منتصر الطارق قدامه من عيدوني سخيري فرجاني ساسي، ايضا انيس بن سليمان باش يكون تقريبا على الرواق الايمن كما شفناه في الماتش ضد الشيلي، على اليسار باش يكون وهبي الخزري، وقلب الهجوم باش يكون طه ياسين الخنيسي بنسبه كبيره، بنسبه اقل باش يكون سيف الدين الجزيري، والاغلب باش يكون طه ياسين الخنيسي. طارق شنو تحب تعلق على التشكيله هذه؟ التشكيله حاجه الباهي انا باش نشوفه هذا رامي كعيب بريسك اول مره باش نشوفوه معناها في ماتش، هو من حسن حظه هو مش يلعب ضد البرازيل. شوفوا توا اذا كان التشكيله هذه تطلع صحيحه معناها نعرفوا اللي 99% باش يمشيو لقطر بدو سونترو طالبي وبراون اللي هما مش هو جاي القاعده نعم يلعب بثلاثه في اللاكس من اللي جاي ما تفكرش ما لعبش لعب لا ما لعبش معناها كمان بثلاثه لا لا نحكيو على ما تصورش باش يجي في المونديال ويبدل حتى. لا لا نحكيو فما كونكورونس مع بلال العيفه ونادي الغندري توا اذا كان غدوا باش يلعبوا زوز هذوما دونك في مخ المدرب نفهموا اللي طالبي براون والاغلب بزوز في اللاكس بزوز في اللاكس وزوز هذا مش كونهم باش يكونوا طالبي براون دونك نفهموا والحقيقه غالي منطقي هما زوز اكثر جاهزيه صحيح بلال عمل ماتشات باهين صحيح الغندي اللي عمل ماتشات باهين لكن هذوما يكملوا نقولوا في اللونيفو ما تنجمش تخلي انت بلاعب يلعب في الكالتش ولا بلاعب يلعب في فرنسا على البنك قدام لاعب ولحسن الحظ الرجعه كبيره نتاع براون رجعه معناها جاتنا كما الكادو جات معناها سوليسيون واحده اخرى في اللاكس نعرفوا اللي مش كونفوكي في الستاج الاخراني وصارت البوليميك وكذا وبعد هكا رجعت وهذه هذه تحسب للكوتش زاد يعني فما مدربين سلامي يكبشوا في حاجات ولا يشدوا البونت ولا الملاعبيه وكي يعمل شي يعمل ينساه المنتخب ولا ينساه الفريق هذاك في ساعه تسكر الموضوع وهذه انا حاجه عجبتني ترجع للجل القادري اللي هو ملي جاء واللي عمل جو نوع من الهدوء في المنتخب كان فما ظلم كان فما فوضى كلها حتى في تصريحاته وتعامله مع سيد عليهم حسوه راسين باللغه اكيد والملاعبيه حتى اللي ما يلعبش يعرف اللي راهو شو ما فماش حاجه اخرى معناها راهو تدخلات ولا هو واحد تبع الجمعيه الفلانيه ولا واحد تبع الجامعه ووكلاء الاعمال ما تتنحات وتشوف هذه من الكومبورتمون تاع الملاعبيه معناها وانا نحكي مع اربعه ولا خمسه ملاعبيه موجودين في المنتخب الاول فما حاجه تبدلت اللي هي فما نوع كيفاش نفسرها ثقه ولا يخدموا في فما سيرينيتي فما هارموني اي والكوتش عندهم فيه ثقه راك كان ما لعبتش راهو شوا ما فماش حاجه اخرى وفما ديسكور زاده وفي الكوره زاده فما خدمه كبيره خاصه سير البلان تكتيك هو المدرب البي انه يوصلهم في الماتش في احسن حاله نتاعهم وهذا تو لحد الان الامور ماشيه تيست واحد اخر تيست واحد اخر ما هو فما شكون اللي هاجموا في جلال القادري ما عجبتهمش كلمه ماتش نيجيريا ربحوا جلال الماتش هذاك 3 بوان راهو جابهم جلال زعما معناها كانوا هو جوان واحد لكن بعد شفناها كي خذاه هو ليكيب ناسيونال ولا وحده غدوه تستخر جلال القادري في التعامل مع المباراه في التعامل مع التغييرات في التعامل مع البنك نتاعو انه الناس الكل تبدا راضيه الناس الكل تبدا مريقله حتى الموش كونفوكي ولا مش في يلعب يبدا حكي معاه الكوتش غدوه خاطر الملاعبين الكل يحبوا يلعبوا غدوه بعد ما يوفى الماتش نعاودوا نقيموا النقطه هذه اللي كانت بصراحة مع احترامي لكاسبر جيك في العودة الأخرانية نتاعه ولا مع ألان جيريس ولا معناها كانت فوضى كبيرة معناها وكنا مانيش فاهمين معناها يتنحى علي معلول يدخل الفرجاني السيسي يتنحى وهاب الخزي يدخل يوسف مساكني كانت فما فوضى تو ولا واضح المنتخب عند العباد الكل ولا بروفوني تونس الكل تحكي على وجهك شريدة معناها محلل مدربين الكل لاعب فقط اللي عليه
يقول لك لا كان نجم يكون موجود كذا واحد قبل. شفت ستاتيو كتبتها نعيمه ظهرلي عجبتني انا اللي قال ظهرلي قلت ديما نتخالفوا على البدلاء ديما 11 12 14 معبيه اللي يلعب الناس كل تلقى عليهم جماعه. إيه أكيد ستيتولير موجودين ديما ما ظاهرين معناها اللي اون ستيتولير نحن ديما الجمهور نتخالفوا على البنكة معناها ما نتخالفوش على اسم مثلا طالبي ما نتخالفوش على اسم العيدوني ما نتخالفوش على صقيري نتخالفوا على اللاعبين نتاع البنك. هو ذا هو معناها هو في المنتخبات كلها كيكه لكن ديما يصيروا بوليميك على اربع خمسه ملاعبين ديما وفما مدربين مثلا بار برانسيب ولا يشدوا البغل كيما دومينيك كيما ديشان فما مدربين راسيست معناها عندهم مشكله عندهم هذه مش موجوده عندنا احنا ديما فما الجماهير ساعه كل جمعيه ماذا بهم اللاعبين نتاعهم يكونوا في المنتخب وبعد فما محللين ولا فما اراء وفما جمهور رياضي اللي يبدا ملاعب ما يعجب حد وتلقاه موجود في المنتخب ويعمل كارير كبير. المرة ذي الناس الكل معناها هكا تشوف تبعت الناس الكل المحللين الكل يحكيوا على وجه كشريده وفما شكون ممكن نحكيوا على الكونفوكاسيون زعما دانيير مينيت نتاع الوليد هذا شيم الجبالي يا معطيتك السبب نتاعو شنو بالضبط اللي هو ماهوش يمشي البونديال من توا ناكد لك فقط باش نربحوه باش ما يكونش مع الجزائر معناها حاب يعطيو ظهري هو يلعب ثلاثه ماتشات يولي على ذمه المنتخب هو راهو في بون كوره وخاطر ولا حاجات مش خايبه في الماتش نتاع هو الملاعب تعرفوا ما توش الاولانيه اذا كان عنده توش دو بال بي كل شيء افيك لو كونترول تعرفوا اللي هو ملاعبي ولا لا ومازال كي صحت له اولمبيك ليوني صح صحح له 2025 معناها ظهر لي مش مختلفين فيه انه ملاعبي 18 باش يمشي مش باش يمشي ما نتصورش انه باش يكون موجود بالنسبه ليان فاليري الاكثر انه باش يكون موجود في الكوب دي موند اما حبيت نرجع على كلام الكابتن بالنسبه لديلان وطالبي شفنا في الكوب دافريك اللي الديو هذا ما مشاش مليح معني يعني توا باغ كونتخ ديو ما نلعبوش ماتش في الكوب دافريك باغ كونتخ ديو كورونا فوالا باغ كونتخ ديو طالبي العيفه مشى وشفناه في الكوب هراب ماهوش نفس النيفو حتى في نعرف معك اما راهو ديلان برون مش نفس البلوز ديلان برون كي مشى نفس البلوز لا في الدوحه والكوب دي مون باش يكون في الدوحه لا الكوب دافريك كان مستواه طايح كلام صحيح هو طالبي معناها ماهوش طالبي نتاع البطوله العالميه شفنا واحد اخر تو رجعنا للدوحه ان شاء الله خليني نكمل بالنسبه لديلان برون من ماتس كي مشى زاد السالير نيتانا يلعب في الاكسا 3 صحيح معناها لي سيت ماتش اللي لعبهم مع سالير نيتانا من الاول لقى ديفيكولتي شويه خاطر تحب ولا تكره راه ديفونس وايطاليا وكل شيء حتى في ماتش لعبوا شويه بتروا في الاكس اي فوالا افكتيفمون هو في ماتش يلعب في الاكس اسكو توا نحن مع جلال قادري باش تلعب انت مع طالبي في الاكس 2 باش تكون ناجح وناجح كيف ما تلعب انت في الاكيب نتاعك سالير نيتانا هذا هو التوا سؤال اللي باش تطرح وراه كيف نرجعوا لكوب دي موند اخر كوب دي موند نبيل معلول لعبوا في الاكس 3 وكان ناجح لعب على اليمين معناها فوالا مش في الاكس لعب في الاكس هو زوز براتيكمون الاكس 3 قدامهم جواريت يلعب على دروا معناها بين معلول اي اما تروا لا كي ترجع شكون لا معناها تقصد لك انه ما يطلعش لكونسيني كان وكسال تيرس فوالا هذا هو باهي سي المونجي باش نسالك على تقريبا في خيارة المدرب بالنسبة للجارديان يبدو أنه الدحمان هو الحارس الأول باعتبار أنه اختاروا الماتش الأصعب اليوم ضد البرازيل. هو راهو جست على براون وقت جاء ديو مع طالبي راهو الفترة الأخرانية قبل الفترة هذية هو طالبي براون كان يتعدى بظروف صعبة في ماتش قابلين 85 هدف معناها ديفونسيفمون كانت اون كاتاستروف. اليوم أنا استغربت الكلام مع علي بن نجل على سي با اون كورسور على أيمن دحمان سي ان بو بيزار لان اليوم لا كاستيون نو سو بوز با ايمن دحمان اليوم يميريت ديتر تيتولير في ليكيب ناسيونال اليوم دونك هذا ما عادش فيها نقاش لان اليوم بالمستوى اللي عداه وما ننساوش اللي تعدى بصعوبات كبيره برشا وقت اللي صارت له البليسير نتاعو في النادي الصفاقسي دونك اليوم رجع بقوه وحاجه باهيه سيكو اليوم ايمن دحمان معناها او نيفو دو لا جيستيون تاع الديفونسيف تبارك الله معناها حتى كي تصير اشياء
يصلح سور لو مومون ويعرف كيفاش يتعامل ويعرف كيفاش يحكي مع الملاعبيه اللي موجودين اوتور دو لا ديفونس. حاجه اخرى اللي باش نرجع على المدرب سجان القادري، راهو مش من السهل اليوم نشتري فريق وطني تونسي اليوم، من الصعب، لكن اليوم يلزمنا المدرب التونسي ديما ندافع عليه. الحاجه الباهيه في جلال سيكو الملاعبيه يشبهوا للمدرب، لانه إلي كالم، إلي يعرف كيفاش، حتى او نيفو دي جورناليست اجانب يعرف كيفاش يجاوبهم. وحاجه اخرى راهو سهل باش واحد يتكلم، مي كيفاش يعدي لا كومونيكاسيون الى جيستيون دو جروب، وهذه هي نقطه القوه تاع جلال القادر. اليوم الفريق الوطني التونسي اللي انتر دو بوما فوالا سينو سليم ما سايبوش كان جاي فهمت. دونك اليوم تبارك الله معناها او نيفو دو لا كومونيكاسيون نيفو دو لا جيستيون دو جروب ثم حاجه قاعده تتعدى في الفريق الوطني التونسي. حاجه اخرى اللي مهمه برشا، اللي اليوم كي تشوف لا كومبوزيسيون ديكيب سا بروف كو باش يعمل الكلام اللي قلت لك قبيله بور اسيي دامبرسيوني ليكيب دو برازيل، خاطر حتى انيس بن سليمان او نيفو تشوف او نيفو دو هارسيلمون طه ياسين الخنيسي وابي الخزري جو سوي سور كي سرا موتيفي على ليدي. توا ما نعرفوش من بعد شنو هما لي شونجمون اللي باش يصيروا، بوتيتر او نيفو دو لا فريشور فيزيك ثم جوارات اللي باش تدخل كيما سليتي نعيم سليتي، هذاك اللي باش يدخل او نيفو دو لا فريشور فيزيك يدخل هو 60 مينوت 70 مينوت يبدا يكون بارابور على ليكيب بريزيليان كي ديجا تو دوني ينجم يعطي لو بلوس. هذه حاجه تنجم تكون نقطه القوه نتاع الفريق الوطني التونسي. اما كي تشوف او نيفو دو لا فورماسيون بروف ليكيب ناسيونال باش تحب تعمل تحاول الامبرسيون ليكيب دو برازيل معناها او نيفو فيزيك، ومن بعد دخل او نيفو دو لا فريشور فيزيك دي جوار تكنيك اون ان كونتر ان نجم يعمل لك لينتوندو. سلام، باش نرجع شويه برك على حمان وعلي بومي، خليني بوب وباش نربط مع بن سليمان، وبعد نعطيك نقطه اللي حكى عليها سليمان جباي فاصل، وبعد نرجع نكمل نحكيو اخر 10 دقائق على المنتخب. تبدا الحكايه بضربه البدايه، تصفيرة الحكم، تمريرة، هجوم، تسديدة وديما يمشي. هجمة معاكسة، دفاعنا حاضر والكورة ديما عنا. في الميتون ناخذوا نفس ونقويوا الهجوم. التيران خيطوه، الحشيش نقلعوه والبونتو نجيبوه. مع بعضنا نهزوا رايتنا وفي كأس العالم شيء ما يغلبنا. أمي أسيغونس نأمنوا بالربح. أمي أسيغونس أسيغور إي بارتنير أوفيسيال دو ليكيب ناسيونال. نهار الجمعة 30 سبتمبر إكسبريس اف ام تخصص برمجتها لقطاع الصيدلة والصناعات الصيدلية في بلادنا. كل الأرقام، الاستراتيجيات، العراقيل والقوانين نحلوهم ونفهموهم مع أهل الميدان والاختصاص. تابعونا الجمعة 30 سبتمبر من 7 متاع الصباح لل 7 متاع العشية على راديو إكسبريس اف ام. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو على المنتخب الوطني التونسي. قصت عليك العاده نعيمه قبل الفاصل، وباش نسال تاعك على النقطه اللي حكى عليها سيمونجي بن سليمان على الجهه اليمين. باهي تفضل نعيم. لا جوست نرجع لحراسة المرمى، ما نحبش نقول البروبليم الوحيد، مي الاختلاف الوحيد في الاطار الفني، هذا نقول على مسؤوليتي هو بما يخص الاطار الفني، لانه لونترونور نتاع حراسة المرمى يحبذ جارديان علي بن ميجي اللي يحبذ جارديان هو بالنسبه لحراسة المرمى اللي جاء اللي الحاجه اللي ناقصه اللي يروج عليها الناس كل هي قوه الشخصيه ابار كاليتي تكنيك نتاع ايمن دحمان، وابار عتوقا اللي هو الحارس التاريخي نتاع تونس. كي تحكي على حراسة المرمى تحكي على شكر الوعب، اول كلمه على شكر الوعب ما يقولكش يعرف يشد، يقول لك عنده شخصيه كاريزماتيك كاريزماتيك ويحكم في الديفونس وكذا، هذه اللي كاليتي ويعرف يشد. الحاجه الاولى ما يقولكش راهو غارديان غول، يقول لك عنده شخصيه، راهو كابيتان، راهو مونور، راهو كذا، هذيك الحاجات الاولانيين تقالوا، الحاجات هذوما نلوجوا فيهم للاسف، نلوجوا فيهم من اللي من العامين ثلاث سنين الاخرانيين نتاع البلبولي. البلبولي عمل 8 9 سنين باين في المنتخب وبعد يطيح من المستوى نتاعو، بعد جربنا الحراس الكل تكنيكمون كلهم باين، فاروق بن مصطفى، بشير بن سعيد، معز حسن،
قعدتك الديتاي هذا النقص لقاها مدرب المنتخب ولقاها استاف تاع المنتخب في دحمان يعني راهو في الشرف في جمعيه كبيره والا مشكون في المنتخب اول حاجه تكون عندك شخصيه كما عندك شخصيه ما تنجمش تلعب في جمعيه كبيره وما تنجمش تقعد تلعب في جمعيه كبيره ونعطيك مثال معز بن شريفيه مثلا هو الحارس الثاني راهو عمره 18 سنه و 19 سنه في الترجي انا سالت معناها ملك في الكواليس نتاع الترجي راهو من نهار الاول يحكم في الديفونس وعيط وخذ لي شوز ما هذه راه من عند ربي عندك ما عندكش راهو كاليتي يا انت مينور وعندك شخصيه وما تخافش عليها ماهيش تاع انترنمون وماهيش تاع دحمان زوز كروس تاع تونس عملوا سنين معناها سورتو سنين هو مسح عليها كان حاسب 15 بلنتي في عامين تشوفوا انت ضد الكلوب كيش يعمل ضد الاسبيرون شنو يعمل في دورة اليابان في الماتشوات الكاسحين نحكي في البطوله في الماتشوات في امبريسيون تلقاه هو ستار نجم تقول لي مادام هو ستار مادام ليكيب الاخرى اقوى وديفونس السي اس اس قبل اللعب اي اوكي صحيح لكن غارديان عنده شخصيه غارديان غير عادي غارديان عنده حاجه تزيد على الاولاد اللي هي قوه الشخصيه ذي واللي هو ما يخافش وما ي... وما ي... وما, ي... وما عندوش مشكله مع الادفيسير اللي قدامه وبلغه الكوره بلغه الشارع مفلفل حاضر عنده كاركتير عنده كل الحاجه نتاع الهبال نتاع البول اللي احنا قدنا له في الشوا نتاع بن سليمان على الجهه اليمين شفناه مع منتخب في ماتش الشيلي مشيت الطريقه هذه عنده لي كايتي بن سليمان باش يكون في البوست هذيك شوف بن سليمان من الملاعبيه اللي كي تشوفه تراه مردود وعادي معناها تقول انت شنو يعمل هذا ولا علاش موجود في المنتخب الملاعبيه هما اللي عندهم كولتور تكتيك كبيره ديما المدربين يحبوهم سليمان هذوما اللي يقول عليه المدرب يعملوا ماهوش يوسف المساكني باش يعمل لك جيست تكنيك يحطها في 90 وماهوش وهبي الخزري باش يحط لك فرون ديريكت لكن ملاعب مهم في التشكيله مهم ومهم في سورتو سور بلون تكتيك سور بلون تكتيك باهي وسور بلون فيزيك باهي وابليكي وتريز انتليجون دونك هذايا كي يجي شوا بينه وبين لاعب اخر تكنيك كيما سليتي ولا كيما واحد المدرب ديما يميل للملاعب هذا خاصة عندك مش تلعب مع مرسو كبير اسمه منتخب البرازيل اللي ماذا بيك بزيد واحد يجري باكثر مترو اكثر يفور اكثر عرق يتحط في التيران اكثر كوفرتور مع اللي دولة تيرو خاطر غدوة دراجر نعرفوه قوي سير البلون ديفونسيف واحد لكن يزمو شكون معاه مش بالكلام ولا بالتابلو في التيران يزم معناها طالع هابط باش يكوفري كيف اذا كان مش يلعب رامي بن كعيب ما نعرفوش اللاعب الكاريتي اللي عنده اللي مش يلعب على اليسار باش يحاول يكوفريه والبلاصه الثالثه اللي قلت لك راه هذيك هي مش تقعد في المونديال هذيك هي راه يعني هما زوج بلايص ريزيرفي معناها ظاهرين معناها وهبي سور باش يلعب تيتولير البلاصه الثانيه مشكون ما بين سيف الجزيري والخنيسي البلاصه الثالثه هذيك هي مش فيها تغييرات يا سليتي يا بن سليمان يا مساكني يا سيف الجزيري والخنيسي ايضا موجود عصام الجبالي سي المنجي ثلاثه مهاجمين تقريبا ما يبعدوش على بعضهم برشا في النيفو شكون تحب اذا انت مثلا هو الخنيسي لازم منه لان الخنيسي وسيف الدين الجزيري كيف يشبهوا البرشا لبعضهم او نيفو دو الارسلمون ديفونسيف باش الكره معناها حتى كي تشوف سيف الدين تبارك الله الجزيري كي يضيع الكره لو برومي ديفونسور هو وتشوف تبارك الله او نيفو دو لا كونديسيون فيزيك الشيء اللي قاعد يقدم فيه ملاعب فريمون ممتاز وممتاز جدا حاجه اخرى الحاجه اللي عجبتني في جبالي سي كو عنده مونتاليتي تبارك الله معناها او نيفو دو جروب وحتى في الامبيونس وين يدخل يحاول يدون لو بلوس مش منك الجوار اللي كي ما يلعبش يبلبزها ويعمل كل شيء دونك هذا خلى فكروا في الكوب دافريك روح وجا في 24 ساعه وليد فريمون من طراز عالي ونيفو في الجروب والحاجه الباهيه اليوم كجروب ابار لا جيستيون تاع خزري اون فيرا كوما سافا تيتر لان اني با فاسيل اجيري كجوار لكن ملاعبي اذا كان يلعب كيما يلعب في مونبيليي بقدره ربي الوهبي نا با نحكيوش كرويا شنو هو معناها كاسكيلي مي تبارك الله كما قال قبيل الكوتش على سي فري او نيفو دو لا كوفرتور اللي حكينا قبيل على وقت نعيمه سرا تري تري امبورتون خاطر دراجر سيرتينمون وقت اللي يلعب حتى في لوغان وفي لوسيرن يحب ديما يطلع على اليمين دونك هذيك الكوفرتور اللي تري امبورتون حتى او نيفو دو ميليو دو ديفونسيف سخيري باتيتر لو مينور دوم في وسط التيران ما نعرفوش من بعد كومون سافا تيتر لي شونجمون
سيرتينمون شعلالي باش يدخل سيرتينمون اذا كان ما يلعبش تيتولير في بلاصه فرجاني ساسي ولا في شكون. لكن اليوم الجورات اللي باش يدخلوا اون فان دو ماتش هذوما يلزمهم فريمون يكونوا في المستوى باش يحاولوا عندهم يعطيوا لو ميور دو ميم باش يكونوا في الليستا. عصام جبالي نعاودها ونقولها او نيفو دو جروب ولاد فريمون تبارك الله عليه قاعد يعطي في اضافه في التيران وخارج التيران. نحن باش نلعبوا كونتر الدنمارك راهو معناها جور كيما عصام جبالي اللي براتيكمون عدى اشتر الكارير نتاعو في لي بيي سكوندينافا حتى بن سليمان زاد هكا يخمم فيهم برشا جايين القادر في الدنمارك بن سليمان وجبالي سي سا معناها نكملوا تقريبا مازالوا 30 ثانية خلينا نكمل مع برونستيك كل واحد تونس والبرازيل نعم دوزان سيرج خلينا دوزان لشكون؟ دوزان البرازيل تروزان برازيل صابت تاتر تري تري ديفيسيل مانا نقول 2-0 البرازيل لان البرازيل اليوم تحب ولا تكره سيرتان جوار اللي يخمموا بلوس على الرتور نتاع الشامبيونان نتاعهم في اوروبا كو على الماتش نتاع ليكيب ناسيونال وسيرتينمون باش يلعبوا لي 30 بروميير مينوت ولا لي 45 بروميير مينوت كيما عملوا ضد غانا ومن بعد يورا معناها فريمون كالكول حتى او نيفو دو لا جيستيون نتاع الماتش. لكن الفريق الوطني التونسي لو بلوز امبورتون سي لا بيرفورمانس اللي نجموا نعملوها والموتيفاسيون كي اي فريمون اكسترودينير باش تكون جوارات خليت اللي اليوم كم نبداو من ايمن دحمان الى المهاجمين باش تكون مباراه ممتازه في اجواء ممتاز وممتاز جدا. لو ريزولتا بور مو 2-0 سيرتينمون بور لو برازيل مي اي ني با تري تري امبورطون. المهم هو الاداء نتاع الفريق الوطني التونسي باش نتهناو عليه الكوب دي موند واذا كان نعملوا نتيجه ايجابيه ضد الدنمارك رانا باش نتعداو الدوزيام تور. يعطيك الصحه شكرا لك سي المونجي شكرا لك تراك المسعود حضرتك محفوظ كيف زمايلنا نعيم اساسي شكرا لك مشكور على الاضافه كل ما تكون موجودة معنا. هكا نكملوا في البلاي اليوم. شكرا لمالي بن نصر في الإخراج تقوى المديوني في الإخراج الرقمي. أجمل تحيات إسلام المدى.